فيكي توقفي بكي يا ملكي وترقصي مظبوط؟ فيكي ولا لا؟ يلا مايا وخي عم يضحكوا عليك. مايا تجوزتك كرمال مصرياتك لأنه ما كان معها تاكل لا هي ولا خيها. خلاصي خلاصي أحسن ما قتلك. اقعد عنا غسان. مايا ما بتحبني مش هيك. اسمع مني وما تنزح حياتك من وراه هو وأخته. تعي معي. لا بدي لوين تركها؟ لوين تركها؟ يا أصغر أحسن نرمي هون دفنيها مش للجدة بس للقصة كمان. قولك في شي طريقة يعني تصالحوا فيها بي وبيك؟ بدي انه تتصالح انت والبابا انه بتمنى يعني حقيقة ليه عملت هيك؟ ما صدقنا بلشوا يتقبلوك ويحبوك ليه نازعتيها؟ ياسمين بدي منك تسامحيني. عم تطلب مني المستحيل عاصي. انت هنتني كتير عاصي. بعرف ما رح تصير مرة تانية. انت مكت؟ أنا بالإجمال ما بقول شيء إذا ماني مأكد منه. حضر حالك الليلة. عنا احتفال. احتفال؟ احتفال شو؟ احتفال الصلحة. خليني أحزر. تعم طلبنا معزومة ما هيك؟ الكل معزومين. حياتي ما بعرف لشو هالعزيمة بس بعتقد لأنه تصالحوا ياسمينة. ولا ما كنت عرفته هالقد رومانتيك. المهم يكونوا تصالحوا. بتعرف حياتي؟ ياسمينة إذا سمحته بتكون مرة عزيمة لأنه أنا مثلا ما بسامح على هيك غلطة. أنا أساسا ما بغلط هيك غلطة. أكيد. أصلا ما بتسترجع حياتي. طيب أوكي حياتي أنا رح سكر أحسن ما أتأخر. تبع حالك إيه؟ أوكي حبيبي. يلا بونجورني. شو بكيت جودي وين سارحة؟ لا ماشي. كيف ماشي؟ شو صاير لك جودي؟ صار لك ساعة قاعدة ما فتحتي تمك بكلمة. باسكال قلت لك ما بني شي، ما بقى ضايقي لي خلقي. طيب احكي معي ولو زهقت. هلا عرفت بشو شاردة. باسكال بعد كلمة رح أنفل. لوين بدك تفلي يا زكية؟ معنا صف. خبريني عاجبك رول؟ شو؟ أكيد لا. وعشو بده يعجبني اسم الله؟ عجماله؟ هلا روي بشع؟ أنا ما بلاقي حلو. إيه منيح لأنه ستيفاني بتلاقيه حلو والهيئة هو كمان لقاها حلوة. ليك يا حبيبتي لو أنا بدي إياه كان ستيفاني بتحلم يحكي كلمة معه. شوفي يا جودي بدي أقول لك شيء ويمكن تعصبي بس مش فرقانة معي عصبة. كلنا منعرف انه روي ميت تيحكي معك وانت مش لاكشتي، بس حبيبتي مش حيضل راكد وراكي هيك، روي نص بنات الجامعة ميتين يظهروا معه. شو بكي؟ عصبتي؟ لا باسكال ما عصبت. بس شو بدي اعمل يعني؟ هو ما عاد يحكي لي ولا عاد طلب نظهر سوا. طيب روح احكي. جربت بس ما زبطت. باسكال إذا بتقولي له شيء بدي أقتلك. شو مجنونة أنت؟ شو هبلة أنا تروح قله؟ جودي بدها تظهر معك؟
هاي روبي. هاي ياسمينة. كنت جاي خبرك شو صار. صلحت أنواس. خي هيدا خبرية حلوة. ايه صح روبي، بس هلا ما بعرف لامتين حنضل متصالحين، بس عاصي وعدني انه يغير معاملته معي وما بقى يزعلني. انبسطت لك ياسمينة، عن جد انبسطت لك من قلبي، بس انت كمان هلا لازم تغيري تصرفاتك معه، يعني ما تعملي شيء يزعجه. روبي عاصي بينزعج مني بس لما بشرب، بس اذا انا وياه مناح وما في مشاكل ما بحطها للوسكي بتمه. ان شاء الله يا رب تضلكم متفقين كل حياتكم. مرسي روبي. بس انت شو بك يا روبي؟ ليه مانك على بعضك؟ لا لا ولا شيء، بس هيك تعبانه شوي. طيب رح خليكي ترتاحي شوي وانا رح انزل. يلا بالاذن. اذنك معك. عفوا روبي، ليلي كلنا رح نروح نتعشى سوا. ايه مزبوط، قال لي ايوان وتوقعنا انه هيدا العشاء يكون بمناسبه الصلحه. صحيح. مبروك ياسمينة. مرسي حبيبتي، يلا بالاذن. سوري، في اسألك سؤال؟ ايه اكيد، بشو فيني ساعدك؟ شو الفرق بين هيدا وهيدا؟ ما في فرق ابدا، يعني هيدي بنسى وهيدي بنسى، اثنيناتهم مثل بعضهم. يعني اثنيناتهم بيعملوا نفس الشيء؟ حسب لشو بدك اياهم. ليك ليك، انا نقلت على بيت جديد، هلا هو قلت ما هو جديد، بس في كذا شغله بالبيت بدها تشد شود وتفك فوك يعني بفهم منك انه من حديثك بدك مفك براغي مش بنسى، يعني هودي ما بفيدوك. فك براغي؟ فك براغي. كيف يعني؟ انت شو عندك بالبيت؟ خزانات، جوارير، درف؟ ايه كلهم. كلهم هو كلهم بدهم تزبيط؟ بدك مفك براغي، يعني بكونوا مرخيين شوي، بدك تشد شديهم. طيب وين بلاقي مفك البراغي؟ بتعرفي شو؟ هذا فك براغي، هذا احسن واحد، هذا احسن فك براغي بالمحل، يعني تفضلي. اوكي، ومن وين جبته؟ اخر واحد ما رح تلاقي منه، وانا عندي كثير مفكات، خلي معك. اكيد؟ اكيد. ميرسي. لا لا، او انت نقيتيني. الو بونجور، بليز بقدر اخذ موعد مع دكتور ميلاد؟ معك روبي الابيض. ما بتفرق اي متى. اوكي كثير منيح، اي ساعة؟ ميرسي، كلك ذوق. باي باي. ألف ليرة. أنا بدي أنطر هالسقيل كرمال مفك. سوري سوري سوري، بس إذا بدك ما تحاسبي بس بمفك فيك تمرقي معك هول الغراض. خزني أنت ما تنطري بس كرمال مفك. طب ما علينا، اشتريتيه بس بتعرفي تستعمليه؟ شو بده مع المية؟ أكيد بده معلمي، لأنه إذا شديت البراغي زيادة عن اللزوم ممكن يملصوا ويرخوا، يعني بيصير بدك خيار درفي بكاملها. عن جد عم تحكي؟ يي ول طول عمري أنا وصغيرة شوف بي عم بحرتق بهالبيت ولا مرة كسر شيء. هيدا بيك لأنه معلم. مثلي يعني. تفضل يا مزيان. مصر. معك ايه؟ Merci.
بعدك هون؟ للصراحة ناطرتك. ناطرتيني إلي؟ كنت بدي أسألك سؤال بس ما بعرف إذا بمحله. بعد في سؤال؟ قولي. حسيتك تفهم بهالأشياء بالعدة يعني. حضرتك سنجري؟ أول شيء اللي بدك إياه أنت هو مش سنجري، أنت بدك ببيتك نجار. حضرتك نجار. أنا لا هي ولا هي، بس أنا بفهم بكل شيء. لأنه كان بدي إياك تجي تعمل لي إياهن وبعطيك أجرة إيدك، فكرتها شغلتك. تكرم عينك، حتى لو ما كانت شغلتي رح أجي صلح لك إياهن، بس أكيد ما بدي أجرة إيدي. إيه؟ لا ما رح أقبل، شوف سنجري تاني. ما بدك سنجري، بدك نجار ببيتي. القصص اللي بدك تصلحيها بدها نجار، بس خلص تكرم عينك. انا رح اجي اصلح لك اياهم وبطلع لي قرشين زياده، باخذ اجره ايدي واللي بدك اياه بصير. منيح هيك؟ روعه. بتعرف لانه انا جديده وما بعرف حدا. اي متى بيناسبك؟ فيك هلا؟ هلا دغري روق. انه اول شيء مروح ايدي ما في، لازم ارجع على شغلي ضروري. خلص بكره مثل هالوقت نلتقي هون. منيح هيك؟ صرت احسن. سلامتك. بكرة أنا بدي أجلهم لبكرة. أوكي ميرسي. باي باي. قدي صارنا مش ظاهرين كلنا سوا؟ مش كلنا، بعد ناقص جودي. صراحة أنا استغربت كيف جودي اعتذرت على هيك سارة مشان توصل جامعية. معقول؟ معقول جواد، جودي كتير مغيرة والفضل لربي. أنا ما عملت شيء. يعني خي عاصي عن جد ميرسي على الجامعة. صار زمان ولو؟ الميرسي لازم تقولوه لياسمينة، لأنه لو ما سمحتني ما كنا اليوم اجتمعنا كلنا. وأنا أكثر واحد بدي أشكرها وبدي أقول لها إنه كثير مقدر ليها. إنه مش هالقد عاصي، هتزيدها. هالقد وأكثر. ياسمينة أنت ما في منك. وأنا عن جد ما كنت عارف قيمتك. خي شو حلو هالحكي. اشربوا كأس عاصي وياسمينة. كأس عاصي وياسمينة. يلا كأسكم. مشي معي. هيدا هي المرة ما هيك؟ ايه هي. ايه بس انه ما فهمت ليه عم تسأل عن خيا، وينه خيا؟ وين ما كان يكون. أنا شو علاقتنا بالقصة؟ أنا قلت هالسيري ما لازم تجيبها على لساننا أبدا. ما تنزعونا سهرتنا. لا لا مش رح ينزعونا سهرتنا حبيبي، أكيد. خلينا إياكم كيسكم. كيسكم. ليش ما خليتنا أحكي معه أنور؟ ليش هو شو بيعرفه وين خيك مايا؟ أكيد بيعرف، مش أنت اللي قلت لي إنه دفع له غسان سافر؟ مظبوط دفع له وغسان سافر، بس شو بعرفه لوين سافر؟
أكيد بيعرف. أكيد. خبي علي شي مايا؟ لا، خبرتك كل شي. بدك نتشكى على عاصي الأبيض؟ لا، أنت وغسان ضربته وعملته اللي لازم، ما في ضروري إنه نتشكى. بس يا ريت بعرف ليش سافر غسان. رح يجي نهار ونعرف. إلا ما يحكيك أو تتعرفي، ساعتها رح نعرف كل القصة. أنا اتخذت قرار إنه ما بحب تشاركوني فيه. قرار شو بابا؟ قبل ما تعرفوا شو هو، كلكم بدكم تسمعوني للآخر وما بدي أي اعتراض. إذا هيك نبلش، هيئة قرار باسم البلد. عاصي، خلي بيك يحكي. بتصور من بعد كل اللي صار معنا، صار الوقت نعترف بروبي كفرد من العيلة ونأهل فيها. اعترفنا بابا، اعترفنا. وأهلنا كمان. عاصي، ما تقطعني وخليني أكمل حديثي. روبي أثبتت فعلاً إنها من البيت الأبيض وإنها أهل الثقة. إنما بحز بقلبي إنها تزوجت هي وإيوان عالسكت. ما فرحت فيهم ولا شفت ابني عريس. شو بدك يعني نعمل له حفلة عرس؟ عاصي، مش عرس، مش بالضرورة، إنما حفلة صغيرة تجمعنا كلنا سوا، وتكون الحفلة على شرف روبي وطبعا إيوان، وهيك منكون طوينا صفحة من التاريخ. لحظة لحظة، هاي آخر شيء ما فهمته. إذا بيحب حكمة يقدر يحضر الحفلة. أنت أكيد عم تمزح. ميرسي يا عمو جواد. عشو ميرسي أنت التاني؟ ما تكون صدقت إنه أنا رح أقبل بالموضوع. عاصي، أنا قلت بأول حديثي ما مسموح لحدا يعترض على قراري. أنا ما عم بفهم شو عم وصلكم. شو عم وصلكم بهالبيت؟ بعد كل هالسنين وكل هالمشاكل بدك حكمة يفوت على نص بيتنا؟ أنت مشكلتك معي مين؟ مش مع حكمة. لا، حكمة هو أساس المشكل كله. طب مشكلتك أنت وحكمة، ما كان إميلي بعده لهلا لحقني وعم بحاربني. آسف، أنا اتخذت قرار. إذا مش عاجبك تقدر ما تحضر الحفلة. أكيد أنا ما رح أحضر. ماشي ياسمين، نحن كل لازم نحتفل لحالنا من الأساس. عمو جواد، أنا بشكرك على هيدي المبادرة، بس بصراحة ما بدي إياكم تتخانقوا. نحن ما تخانقنا. عاصي بينفعل بسرعة وبيروح بسرعة. مشكلته مع ميليو، مش مع حكمة، لذلك ما كان لازم تفرق معه. يعني أنا برأيي نأجل الحفلة شوي. السبت. هيدا السبت؟ هيدا السبت. لبنان، شوفي تمي. تمي بكل شيء مثل العادي، وشوفي مين بدك تعزمي. روبي، أنت بتحكي مع بيك. إذا حب يحضر الحفلة، أهلا وسهلا فيه. وإذا ما حب، هو حر. شو هالمسخرة هيدي؟ شو هالمسخرة؟ هيدي روق شوي، ما بدها هالقد. شو ما بدها هالقد أنت كمان؟ ما تكوني صرت مقتنعة باللي قاله البابا. ماني مقتنعة حياتي، بس إنه ما بدها كل هالتعصيب، روق شوي. بعدين بيك عم بيحكي عن بيا بس. يعني إذا قرر بيك ينهي العداوة مع حكمة، أنت ما لك علاقة. هيدي روبي أكبر سوسي. كل ما جربت أتقبلها بترجع بتبرهن لي إنه في شي براسها. يا حياتي ما في شي براسها، بيك أخذ القرار منه لوحده، ما تكبر الموضوع بقى. أنت بكره على فيه لأمتين هالحفلة العظيمة، كرمال نفلوا ما نكون بالبيت. بالعكس عاصي، نحن لازم نكون موجودين. مش رح نترك البيت كرمال روبي وإيمان. بعدين بذكرك حياتي إنه هيدا بيتنا قبل ما يكون بيتون. أنت الكبير عاصي، ما لازم تترك البيت وتفل. ما بحياتي تخيلت أسمع هيك حكي من البابا.
بعدين بركي اجا ياسمينة. هيدا واطي، معقول كثير يجي ويجي حياتي. وين المشكلة؟ مش يمكن من ورا هيدي الصلحة يطلب من ابنه يوقف المعركة ضدك؟ ساعتها بترتاح من إميلي وحركاته، شو بدك أحسن من هيك؟ صرت 100 مرة قايل لك ما بيطلع له معي هالبسان. بعرف حياتي، بس إذا بطل يقرب صوبك ترتاح منه وبصير عندك وقت تركز على أشياء أهم. بصيني إذا بدي. لا كنت منتبهة. واضح عليك منتبهة. بتعرف اللي ساعة ناطرك هون أنا؟ كنت عم صلي إنه أجي لقيك هون. اللي ساعة ناطرك هون وأنت نسيتي تاخذي رقمي وأنا نسيت آخذ رقمك. مظبوط. طب يلا نمشي؟ معلش فينا نروح معي بالعملية بسيارتي؟ ليش؟ لأنه بتصور أأمن شوي. لا لا طلع ما رح يصير شيء. لا خلينا نروح معي بس معلش كرماله. طيب في خليها هون؟ ايه أكيد بس صفيها هون عشان يلا ما بيأثر. سيارتك ما بهاش. ايه منيحة. هلا هي بتجنن حد سيارتك. سوري؟ يا شو بها سيارتك بتجنن؟ لا سيارتك حلوة كتير بس مش صغيرة شوي دخلك. على قد شو بدي فيها كبيرة. هلا بيناتنا سيارتي أحلى من سيارتك. أنت مش ملاحظة شغلة؟ غير إنه سيارتي أحلى من سيارتك؟ أوكي غير شيء غير شيء، غير موضوع كلياً. لا شو؟ مش ملاحظة إنه بعدك ما خبرتيني شو اسمك؟ عن جد عم تحكي؟ نعم. هلا أخذنا موعد. صار لك ساعة ناطرني بالسوبر ماركت وأنت ما بتعرف لا اسمي ولا رقمي؟ ما بعرف لا اسمك ولا رقمك. عجبك؟ اسمي تمارا. تشرفنا تمارا. تشرفنا. شو هالاسم الحلو؟ بعرف. ميرسي. إنه أنت ما بتعرفي شو اسمي؟ لي انت كمان مش قايل لي اسمك؟ لان احنا حكينا غير بالمفكات والبراغي انا وياكي. طب قلنا شو اسمك؟ اسمي نمر. اوف فرد مرة؟ ايه فرد مرة. شو بدك قلك اياها مراحل؟ لحظة لحظة من هون من هون من هون انه بدك تفوت من هون. لحظة فيك تقولي لي انه قبل المفرق وين بدي افرق مثلا؟ ما بتستعملي اشارات بسيارتك؟ بلا بستعملهم بس من بعد ما افوت بالمفرق. رواية انت يا بنت رواية. خليني كوع ورشا. كلفني البابا اقعد انا وياكم اليوم. في شي حابين تقولوه؟ بصراحة كنا حابين نحكي نحن وياه شخصيا. ايه بس ما في فرق بيني وبينه. شو الموضوع؟ خلص كل الموضوع انه نحن حابين نتشارك معكم بالصفقة الجديدة. نحن ما بدنا شركة. بعد كل هالوقف اللي وقفناها معكم لازم نتكافى بشي طريقة، ما هيك؟ عم تطلب حق الخدمة ناجي؟ لا لا مش هيك. اصلا ليش عم تحكيني الي وحدة بس؟ وبديع هيك رأيه. ناجي اسمعني منيح انت وبديع.
لو ما انتوا قدمتوا الجداول كنت لقيت حدا تاني. تاني شيء الخدمة بردها بخدمة قدها، مش أكبر منها. عاصي شفت ليش نحن كنا بنجتمع مع جواد؟ أنت دغري بتعصي. ماني معصب ولا بعصي، بس أنا ما بحب هالطريقة بالتعامل معنا. أنتوا كنتوا مفكرين تحكوا مع جواد لأنه فيكم تحرجوه. بتعرفوا إنه أنا ما بنحرج من شيء أبدا. فيك تفكر بالموضوع؟ نحن رح نتشارك بالشغل وبالتكاليف. الرسمال موجود والعمال موجودين وعم بتفعلوا معاشاتهم إذا اشتغلوا أو ما اشتغلوا. شو بدها تفيدنا شركتكم؟ شفتوا؟ ما بستفيد منكم بشي. يعني طلبكم كان من الأول غلط بغلط. جرب احكيه مع جواد. بديع حبيبي، هون أنا اللي بقرر مش جواد. ساعدك بشي؟ لا أبدا. يلا خلصت شوي وبصيروا جاهزين. عمك قليل فعلا انك نمر. بتعرفي انت مهضومه. ميرسي. وين كنتي قبل ما تجي لهون؟ قاعده كنت ببيروت بمنطقه اسمها مارليس، بس انشحطت من شغلي وبطلت اقدر ادفع الاجار. بتعرف تحت كثير غلا. حدا بيشحط بنت حلوه مثلك من الشغل؟ ما عرفوا قيمتك. هيك من حظنا نحن. طيب و ايه معك حق، بيروت غالية، بس هون هلا شو رح تعملي؟ لقيتي شغل؟ أكيد لقيت شغل وقت ما كنت جيت على البقاع. رح أشتغل بيبي ستر. تعرفت على عائلة عندهم توم صبيان. اتفقت معهم بشتغل بالليل. وعندها سنة هلا. ايه وبعدين يعني وبعد السنة شو بتعملي؟ ما بعرف، إنه الله بيفرجها. يا بيصيروا يعرفوني بالمنطقة وبيطلبوني لشغل تاني، يا بضب اغراضي برجع بفتش على شغل تاني وبستأجر مطرح تاني كمان. هيك رح تقضيها كل سنة بمطرح؟ هلا أنت ليه عم تفول علي؟ ما فهمت، يمكن ضلني هون واشتغل هون. أنا ما عم فول عليك أبدا، بالعكس، حتى إذا ما لقيتي شغل أنا بساعدك. دقي لي وتلفني لي اللي بدك إياه بصير. عن جد؟ طب هلا بس تخلص لكان باخذ رقمك. إيه أكيد. زعلانة مني؟ لا روبي مش زعلانة منك، بس حابة اسألك سؤال وبتمنى ما تكذب علي. أكيد ما رح أكذب عليك، تفضل اسأليني. جواد لما عزم بيك على الحفلة منه لوحده أو أنت طلبتي منه؟ للصراحة طلبنا، أنا قلت له إنه حابة يتصالح هو البابا، بس فكرة الحفلة كانت فكرته مش فكرتي. حبيبتي روبي ليش عملتي هيك؟ بتعرفي كم مشكل يمكن يصير بس يجي بيك لهون؟ طلبنا كوني أكيد إنه البابا ما رح يعمل ولا مشكل، لأنه مستحيل يحطني بهذا الموقف. بس إذا لا سمح الله لا سمح الله صدر شيء منه، إلك علي إنه أنا أخده ورجعه على بيته. ما بعرف روبي، قلبي مش مطمن لا لهالحفلة ولا لهالمجيء. طلبنا أنا بعرفك قلبك طيب وما بتحقدي. أنا ما عم بطلب إنه البابا يجي كل يوم لهون، بس هيدي الزيارة بتعطيني شوية معنويات وبتعطيني أمل. عملها معروف وقفي حدي هالمرة. وبيك رح يجي؟ بعد ما حكيته، بكرة بدي أنزل أحكيه. ما كنت عنده هلا؟ لا، رحت شوي أعمل كزورة صغيرة بس. طيب حبيبتي، بكرة لما تروحي وترجعي، تعي دغري خبريني شو بصير معك. أكيد طالبنا. نمر، قد ايه بدك مني؟ بدي سلامتك. لا ما رح اقبل. شو بك تماره ولو؟ ما عملت شيء؟ بس انا ما اتفقت معك هيك.
انا ما حطيت شيء من جيبتي، حتى المفك انت شريتي، ونحن تقريبا صرنا جيران. ايه بس المفك اللي انا شريته انت ما استعملته، شكله مش منيح، فرح تاخده معك هلا. لا عندي كثير مفكات، خلي عندك انت بتعوزي. بس نمر ما راح اقبل انه لازم تاخذ شيء بالمقابل، ولا بقول لك شو؟ رح ارجع افتح كل الخزانات ورخي البراغي. اوعى تقربي لهون، لي ساعتين بشتغل فيهم. خلص تمارا، ما راح اخذ شيء. بس اذا انت مصره فيك تحسبيني بطريقه ثانيه. سوري؟ تفهمينا غلط، فيك تعزميني على العشاء. عشاء. بس ما قلت لك ما بتزبط، انا بشتغل بالليل. بس اذا بدك في اعزمك على الغدا. اكيد بدي. غدا غدا. بكره؟ بكره. طيب انا هلا رح امشي. بدك شيء؟ اوكي، بدي اقول لك ميرسي عن جديد على زبطك معي. خلص ما بقى تقولي ميرسي، شو بكي؟ نحن جيران. احلى ما نرجع ننطر بعض بالسوبر ماركت. اعطيني رقمك. وهيك رقمك كمان صار عندي. ما بقى في حجة ما تتصلي فيي. اوكي. اي شيء بتحتاجيه احكيلي. اوكي. يلا باي. باي. بدك شيء؟ سلامتك وميرسي للمرة المانية. خلص ما بقى تقولي ميرسي للمرة، شو بكي؟ بشوفك. دخلك مش ناسي شيء؟ شيء مثل شو؟ مثلا سيارتك اللي بعدها بالسوبر ماركت. يلا ثاني خليني اجيب غراضي، ثاني. عم صدق انه بيك قبل. بتعرفي قد ايه بحبك تيقبل هيدا الشيء؟ ايه بحبنا عقد ما بيكرهني عاصي هلا. كيف الارسين؟ كنا عم نحكي عنك. قلي شيء جديد خيي. ما علينا، بدك تفتح النار عروبه من اول جديد؟ انا؟ ليش؟ كرمال بيا يعني؟ خلينا نشوف اذا حكمت رح يجي بالاول. رح يجي. اوف. ولحقتي تقولي له؟ لا، بعد ما خبرته، بس انا عارفه انه رح يجي. لانه ما رح يرفض لي طلب. تعال. اهلا وسهلا. يعني ما بقى عندك مشكله؟ خيي بالعكس. خليه يجي يتسمسم شوي. بحس كثير رح نتسلى. شو بدك في حياتي؟ شو بدك في؟ بس عاصي معه حق. بابا رح يضايق كثير اذا اجى لهون. هيتي انت قلتي انه القصة صار لها 41 سنة وخلص صار لازم تنتسى، ما هيك؟ شو بدك تغيري رأيك؟ لا لا ما رح غير رأيي. خلص بكره رح روح ورح احكي معه. ليش بكره اليوم؟ لا حياتي مش اليوم، بكره. عندك شيء؟ لا ما عندي شيء. بس البابا بيكون مع اصحابه اليوم. اصلا حياتي شو فرقت بين بكره واليوم؟ اوكي ما في مشكله. طيب شو نمشي؟ يلا نمشي. يلا شو بك عم ضلك سرحان؟ لا حياتي ماني سرحانة، بس ناطرتك. عم تكذبي علي؟ ما أنا حافظك على الغيب. لا يا حياتي، ما حياتك ما عم كذب. بس إنه ما بعرف هيك عطلانة هم الحفلة وبيك وبي. علينا ما علينا. يمكن هلا أهين من بعدين. معك حق. بس بصراحة ما عبالي أسمع حكي ما عبالي اتخانق انا والبابا.
المهم يجي سكران. سوري حياتي مش قصدي. لا حبيبي ما تعتذر، معك حق. البابا بضل يشرب وبضله سكران، بس بصراحة لو حيلا حدا مطرحه كان عامل أكثر من هيك بكثير. عن جد حبيبي مش قصدي. ما تعطى الهم حياتي. بكره رح روح أحكي الصبح، هيك بيكون بعده واعي وبعد ما لحق يشرب. اوكي. أعطينا عبوطة كبيرة كبيرة كبيرة. حبيبي. أنت شو بتقول؟ بتحبيني؟ بحبك، اشتقتيلي.